سيرا على نهج التواصل المباشر والمستمر بين سفارات مملكة البحرين حول العالم والرعايا البحرينيين خارج المملكة. تواصل سعادة الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الطلبة البحرينيين. أمسي عليكم جميعا بكل خير، وأتمنى من الله أن تكونون وأسركم الكريمة بصحة وسلامة في ظل الظروف الراهنة التي تقصف بالعالم أجمع. بداية، لي عظيم الشرف أن أنقل تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأيده بنصره، وذلك بمناسبة قدوم شهر الخير والرحمة والبركات. أعادها الله عليكم وعلى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. وكما أنا سعيد بأن يتزامن لقاؤنا هذا بيوم تحتفل فيه المملكة وتزخر بعطاء أبنائها وبناتها المخلصين في مملكة البحرين وكل أنحاء العالم. واسمحوا لي أيها الأخوة والأخوات أن أسجل هنا أصدق مشاعر الفخر والاعتزاز لما تقومون به من عمل نبيل. ومثل ما أنتم شايفين ومتابعين، فقد باشرت مملكة البحرين بالتصدي لهذه الجائحة بتعاملها المبكر والجاد من خلال ترأس سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وإشراف سموه المباشر على مجموعة العمل الخاصة بمكافحة فيروس الكورونا. حزمة من القرارات الحكيمة التي مست القطاعات الصحية والاقتصادية والأمنية والتعليمية وغيرها، أدت إلى نتائج إيجابية أبهرت العالم ووضعت البحرين في مراتب متقدمة على المستوى الدولي. هدفها واحد، أرواح البحرينيين وكل من يعيش على أرضها. فهناك بعد إنساني كبير واضح وملموس في تعامل المملكة مع التحديات التي طرأت نتيجة لانتشار الوباء في المنطقة. وما الأوامر الملكية السامية لمعاملة المواطنين والأجانب بالمثل إلا نموذج واحد وسطرا واحد من كتاب الإنسانية عنوانه حمد بن عيسى. وها أنتم أبناءه المخلصين تسطرون بأفعالكم لا بكلامكم أروع قصص التضحية في سبيل الخدمة وخدمة الآخرين. فلله دركم، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه ويأجركم ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. السلام عليكم معالي السفير، معك دكتورة نورة المسلم. أنا مبتعث من الخدمات الملكية الطبية تخصص طب أعصاب. أولا مبارك عليك الشهر، الله يعود علينا وعليكم كل صحة وعافية. ثانيا والله تواصلهم معنا من بداية الأزمة وحتى قبل بداية الأزمة فهذا يعني شيء تشكرون عليه. وحبينا نطمنكم حملة أمورنا طيبة، قاعد نتخذ كل الإجراءات اللي متبعة في المستشفى. فأنا أتكلم عن نفسي شخصيا، مثل المستشفى قاعد يقول دوم أسبوع للدومين الأسبوع الجاي، بحيث أن يحاولون يقللون مقدار الإكسبوجر مال الدكاترة حق يعني المستشفى. لأن obviously كل ما تكون في المستشفى أكثر، كل ما في احتمال أن الإكسبوجر يكون أكثر. وأنا عارف أن هذا الشيء صحيح بالنسبة لي أنا وحق زملائي كأطباء الجراحة. ما أدري عن other provinces شنو واضحهم في كندا، ولكن ليوم كبير الحمد الأمور مثل ما تقول مستقرة. أحمد عباسي، طبيب مقيم في تخصص طب الباطنية في مدينة تورونتو في ولاية أونتاريو في كندا، ومبتعث من مركز محمد بن خليفة للقلب. نشكركم كالقنصلية العسكرية والسفارة سفارة البحرين في أمريكا وكندا على جهودكم
واهتمامكم فينا من أول ما بدأت الأزمة. معك يعني نزار السعيدي من مركز مبتعث من مركز القلب، بس بشتغل بقسم جراحة القلب في ماكماستر. بس حبيت أقول لك إن إحنا في معهدنا هنا في ماكماستر بنسوي أبحاث عن يعني مكافحة الوباء كورونا، وصراحة ضربوا المثل بالبحرين، وأنا افتخرت جدا يعني إن ذكروا بلدنا وكيف إحنا كافحنا زملائنا الأطباء في البحرين كيف يعني خذوا الإجراءات الصحيحة في مكافحة الوباء. فصراحة حتى سمعت البحرين قامت بكندا. حبيت إني أتواصل معاكم مباشرة وأشكركم على كل ما تقومون به، وأتمنى إن إحنا من خلال تجاربكم هذه نسمعها ونوصلها ليس فقط للدارسين في كندا وفي أمريكا، ولكن أيضا لكل من هم في الخطوط الأمامية في البحرين، لأنكم أنتم معاهم في خندق واحد. ولله الحمد لما نشوف تجربتكم في خدمة الآخرين خارج المملكة فهذه هي مفخرة، وإن شاء الله أن الله يحفظكم من اللي أنتم فيه، لأن الأمر مو بسهل. وأكد لكم على وقفة السفارة بكل ما تحتاجون بإذن الله.